مش معك. ده بدر هذا 4 شهور دابا، شكي ان شاء الله احنا دوت القلب دابا شهر ما كتصرفتوش، ندير القلب هو علاش مش علاش ما عنديش باش نشري، ما عندي ما ناكل ما عندي ما نصرف، عندي 65 ألف عمري. لا لا ولد لا بنت ولا نقصي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حنين الله رحيم تزوج بكري صغيرة بنت 13 عام، مشيت لفرنسا مع راجلي 90 عام ديال الزواج معاه، وأنا خدام على والدي وعلى خوتي في دار بيضاء في سباتة، كل شيء كبير على ظهري. دابا قال لك ما بقايتيش كيما شي خدمة تحسب انك متي مقاس خوا قاش خوا. انا كنت قلت انا ومن غادي يكونوا ولادي ومن غادي يكونوا بناتي، على بركة المهم ان شاء الله كنتمنوا هذا البث المباشر يكون خوتي خوتك المغاربة يعني. عتقوني غير بالذوب موضة غادي يخرجني، واخا هاد البيت غادي يخرجني. انا كنتمنوا من خوتكم المغاربة ان شاء الله علاش لا يعني باش يتعاونوا معاك، كنت باقا غير صغيرة. أخ. إذا متابعي الكرام متابعين شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من تمسنا. وبالضبط متابعي الكرام يعني واحد الحالة اللي صراحة الله يعني كنشوفوا بأن يعني حالة يعني كضرب في الخاطر. جيت الجامع هذيك الجمعة وما قدرتش خرج يديا، جلست عيط وجيت يعني السيدة تجمع لها الكرا، تجمع لها يعني الفلوس اللي خاصها، الدواء مريضة بالقلب مريضة، يعني سمعتوا بأن يعني مشات حتى المسجد يعني لبيت الله، مشات باش يعني مشات باش تطلب ولكن ما قداتش، حاولت يعني باش تمد يديها ولكن كما قالت لك ما قداتش. لان فعلا غتعاود لكم القصه ديالها، قصه صراحه الله يعني للعبره، وكذلك يعني باش تعاونوا مع السيده. عاش في اوروبا يعني عاش في فرنسا، كانت بخيرها حتى يعني ما خاصها يعني حتى شي خير، ولكن يعني طلقات و لا توفى راجل مسكين، توفى الزوج ديالي. لانني يعني خانني التعبير في هذه اللحظات متابعي الكرام، غنخليها يعني هي غتعاود لكم يعني بالضبط شنو وقع. السلام عليكم. عليكم السلام اولدي. حنا المباشره في قناه شوف تي في، اليوم جيتي باش توصلي يعني الصوص ديال خوتك المغاربه باش يتعاونوا معاك. الله وعسى تلقاو شي محسن ولا شي سهل امرهم. السلام عليكم. ما كرهتش اخوتي، ما كرهتش، ما كرهتش فيه، ما كنتش هكذا، كنت راس وبيت رجلين، خدمت على الوالدين، خدمت على الخوت وعلى الخواتات، وكنت في فرنسا وما خليت، كي كنت راس وليت رجلي. دابا تغلب، تغلبني الوقت، ما قدرش مول الدار دابا كاري هاد الدوير هاد الصاله كاريها 14 ابريل الشهر. دابا هاد 4 شهور كيتسني مول الدار، قال لي يا تخلصيني تخرجي بحالك. دابا هادشي طلبت هاد السيد وجا عندي هاد الولد بشوية عليك، لأن سنشوف كسات نهاتي أمي غير بشوية عليك، غير بشوية عليك، غير بشوية عليك. شوف سنشوف كسات نهاتي والدموع في عينيك. تنتمنى أخوتي المغاربة يعني صراحة الله، أنا في هذا البث المباشر وما يعني تنقول لكم سرية الراميد تحبس لي الدواء، قال لك جيبي واحد ولا وحدة من غنجيبهم لي سيدي، واحدة ولا وحدة ولدي طاهر. أمي مالكة يعني أمي مالكة اللي غنقولها، أمي مالكة قالت لك يعني ما عندي لا ولاد لا حباب لا خوت، حتى من خوتها نكروها. والو عندي الله، عندك الله وعندك خوتك المغاربة وعندك المحسنين. خواتاتي المغاربة رحموني وعتقوني، أمين وحج لي حويجي في الزنقة وفلوس الدواء ديال القلب، بارك عليا تنقبر أولادي، الله يرحم الوالدين والله يكبر بيكم. مو ملكة اليوم يعني سنشوفها كتنهج، كنشوفها يعني كتنهج، لأن يعني صعيب يعني باش تستعمل يعني واحد الأدوية. بشوية لكم فاطمة كتستعمل بعض الأدوية، ولكن هذه الأدوية هذه يعني ما لقاش باش تشريها. دابا حاليا يعني كتهضر مسكين وكتهضر بواحد الصعوبة، أنا كنتمنى حتى من الأمو يعني بغات يعني باش تدفع الأمو، قال لها ما عندكش الولاد كما قالت لك مسكينة، منين بغاتش نجيبهم ولادي. الراميد سلالية، سلالية الراميد سالا، قال لك صافي سيري تيطلع جيبي واحد ولا جوج، منين غنجيب لي ولادي انا واحد ولا جوج؟ قال لي ما ولادي راه ما عنديش منين نجيب لكم، انا وحدانيه عايشه بوحدي، يلا معايا حتى السكنه ديالي وتشوفوها. قال لي سيري الحاجه جلسي بحالتك تنشوفوا القانون الجديد، الواحد اللي بوحدو شنو غنديروا معاه. جيت بحالتي انا بلا دواء بلا والو دابا، وجيت بحالي. شحال الكراتي تساكم؟ 4 شهور دابا، 14 فريال الشهر. 14 فريال الشهر. 4 شهور. هاد. 48.
56 56 عفوا. آه. اذا هنا متابعي الكرام، علاش لا يعني ما لقاوش شي محسن او لا شي واحد يعني شي فاعل خير؟ علاش لا؟ والله العظيم الا جيت عند امي فاطمه ولا بغيت نوريكم عفوا امي فاطمه امي مالكه امي مالكه اللي جينا يعني تلقاو بان يعني نجرت بعد دار خاويه يعني كلشي خاوي يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. كنتمنى يعني امي مالكه اللي يعني كتبكي والدموع في عينيها ما قادش حبس الدموع. انا كنتمنى عبر هذا البث المباشر عبر قناه شوف تي في يعني تحنوا بقلبكم، شوفوا بعينيكم وحنوا بقلبكم، لان امي مالكه محتاجه المساعده، محتاجه الناس اللي غتحن فيها. وربي غادي يخلف عليكم مضاوب لسيدي. والله امي مالكه يعني جيت عنده فرحات قلت لي ولدي تعاوني، قلت لها شوفي امي حنا يعني نوصلوا الصوت ديالك لخوتك المغاربه الناس المحسنين. لا لو عسى يعني لقاو يعني شي فاعل خير على شي واحد يعني تبقى لي واحد الحسنه جاريه طول العمر. امي مالكه ما عندها لا حنين لا رحيم. خوتها خوتها نكروها. خوتي شنو نقول لك خوتها امي مالكه؟ الخوت قال لك حنا ما نعقلوش عليك، اش ما درتيش مستقبلك بكري؟ لاش كبرتينا حنا؟ لاش كبرتينا حنا؟ قال لك بحال هكا وكنتي فرنسا امي مالكه كتصرفي عليك. ويلي 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 تتصيفطي لي وكيكيرو شي يتعاملوا معاك ديك الساعه. وديك الساعه كلشي كيتسخر كلشي كيعبدني لالا مالكه لالا مالكه. اللي مشاو الفلوس دابا مشاو الفلوس ولا تحاشاك عز بالمالكه. امي مالكه ان شاء الله كاينين خوتك المغاربه امي مالكه. انا مزوج بخوتي المغاربه وخواتاتي المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب. انا مرت خويا مسكينه برا هي اللي صيفطت لي 20 ريال هذه 3 شهور. قالت لي راني جالسه من الخدمه ما خداماش. مرت بنتي قالت لي مرا نصيفط لك مالك اختي خيرك سابق. رجع في الله. هنا تنوجه رسالتي حتى للجمعيات يعني تمسنا تمسنا واش ما فيهاش الجمعيات عملت تسخيرات تمار واش ما فيهاش الجمعيات؟ لانني كنشوف يعني حاليا يعني مشكورين المحسنين فيما كان يعني كناشطوا الا كنلقاو شي محسن او لا محسنه كتدخل على الخط. مي مالكه جيت عندها هنا يعني ماشي غير كنجيو نصوروا انسان وتيوك راه حتى حنا تنعاينوا وكنديروا واحد المعاينه شنا يعني مي مالكه مسكينه الادويه ملف ديال الدويات لان احتراما للدواء ما نقدوش نبينوا ملف ديال الدواء عند مي مالكه كامل الدواء هنايا الدوايات يعني الدواء ما لا لاقيتش مي مالكه باش تشري كنتمنى من الناس حتى الهضره تنشوفكم مي مالكه ما قادش تهضري. كنتمنى يعني عبر هذا البث المباشر لان غنحاولوا باش نخصموا معاه يعني خوتنا المغاربه باش ما نطولوش عليهم يكونوا يعني خفاف على قلبهم. كنتمنى يعني عبر هذا المباشر علاش لا باش تحنوا تشوفوا بعينيكم تحنوا بقلبكم باش ما قسم الله باش ما يعني باش ما قسم الله خاكم الله عاد دولك انا نزاوج. ام فاطمه ما طالباش يعني غير كريم ما طالباش غير تبغي ام مالكه يعني عفوا لانني ناجا مالك ناجا مالك ام مالكه عفوا ناجا مالك ناح. هنا خاني التعبير المتابع الكرام ولكن ام مالكه كنتمنى اي واحد يعني باش يحاول يتساعد معاه ويحسبها يعني الام ديالو الاخت ديالو لان كما قالت لكم حتى خوتي ما عقلوش عليا ولكن ملي كانوا عندها الفلوس وكانت عايشه في فرنسا كانوا تيقول لها لالا ومولاتي وحبيبتي وشنو بغيتي ويتسخروا لها. اليوم مي مالكه ما بقاش يسولوا فيها. هما لاباس عليهم دابا لاباس عليهم كلهم والدين ولادهم كلشي والد كلشي كلهم حفايدهم كاع ما عقلوش عليا. اللي كانوا تيشوفوك عبر هذا المنبر شنو تقول لهم؟ ما نسمح لهم حتى الامام الله لا سمح عليهم لا خواتاتي ولا خوتي ما دايره لهم والو. كون عديت لهم شي ورث كون عديت لهم شي حاجه نقول ايه لا سمح عليهم حتى الامام الله. هما قال لك انا ملكه ماتت وانا تابعهم حتى الامام الله انا وياهم الحساب والعقاب مع سيد ربي ان شاء الله. هذا ما نقول لهم انا. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اذا هنا متابعي الكرام متابعي نشوف تي في غنحاول بانني غنوجه رسالتي ان تنشوف مي مالكه كتعذب و ما رضيتش حويجيت لها عليا الزنقه. يعني مي مالكه يعني ما يعني كما اتصلت بقناة شوف تي في يعني مسكين كما قالت لي تابعت حويجي تابعت كل شيء اللي ما بقى عندي ولكن تنتمنى عبر هذا البث المباشر عافاكم وغنوجه رساله للناس اللي غتحاول باش تتصل بمي مالكه وتضحك عليها ولا تبقى تفلى عليها. انا غن ما يطعنوني نطعن بالقلب والطونسير كوليسترون بلا ما يطعنوني. الله يرحم الوالدين الا عند يساعدوني مرحبا ما يساعدونيش مرحبتي. الله يرحم الوالدين انا كنوجه هذه الرساله لان امي مالكه تشوف بان يعني غير في البيت وما قادش مسكينه تهضر ما بالك غتعيط لها انت وتبقى تفلى عليها ولا تنوز عليها. غنقول لهم حذاري لان كاين هنا رجال الامن كاين رجال الدرك الملكي مشكورين. غنحاول باش غنهز الرقم ديال اي واحد اللي يعني عطاتو خاطرو باش يعيط لامي مالك ويتفلى عليه وغنقدم الرقم ديالو للرجال الامن
لان كاين بعض الناس يعني اللي غنقول لهم كاينين الناس مراد عقلانيين ام مالكه ولا ما عرفتش مالهم كيدوروا الحالات ويتفلوا عليهم ويطنزوا عليهم. انا كنقول لهم اللي غيدير هذا الفعل هذا الا الله يعطي حالتي انا بعدا اللي بغى يتفلى يضحك عليا الله يعطي الحاله يجرب يجرب. مثل المتابعين الكرام نقول لكم عفاكم ثم يعني فضلا وليس امر تعاونوا مع امي مالكه. امي مالكه حسبوا الاخت ديالكم وحده من العائله لان قالت لكم ما بقى عندي حتى شي حاجه اضطريت باش نوصل الصوت من بين اخوتي المغاربه. عندنا ثقتنا يعني في المحسنين والناس يعني اللي كيديروا الخير اللي بغى دير الخير غتصل بالرقم ديال امي مالكه. ما حافظاش الرقم امي مالكه منا. الرقم اللي هو 07 62 32 15 19. غنعاود عليكم الرقم الا راه حاطو في اول الفيديو. الرقم اللي هو 07 62 32 15 19. اذا هنا متابعي الكرام متابعي شوف تي في غنختم معكم هذا البث المباشر. صراحه الله يعني مي مالكه اللي كما تنقول خاني التعبير لان قصه يعني صراحه الله قصه يعني كتبكي وخا يكون قلبك من الحجر. شي اختصرت لان مي مالكه ما قاداش تهضر مريضه ولكن غنحاول غنقول المحسنين عافاكم وكذلك جمعيه سنه في تمسنا او لا شي مرشح في تمسنا او لا شي مسؤول في تمسنا علاش لا ما يتصلش بمي مالكه ويحسب وحده من العائله ديالو يعاونها لان كما قلت لكم غير بدو الكره. انا متابع الكرام غنحاول نختم معكم هذا البث المباشر بكلمه استودعكم الله الى بث مباشر اخر.